إذن مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام في كل مكان، تتواصل الانطلاقات والتحديات على أرضية هذا الميدان في صباح هذا اليوم الجميل. شوطا ينتهي وشوطا يبدأ لنا بجديد في هذا المهرجان الغالي على قلوب الجميع، مهرجان سيدي صاحب السمو حاكم إمارة الشارقة يحفظه الله ويرعاه. انطلاقة الشوط الخامس عشر وهو المخصص لتنافس القعدان المحليات الأصايل لسن اللقاية لمسافة الأربعة كيلو مترات. ينطلق هذا الشوط ونذهب مباشرة إلى المقدمة ومع المركز الأول كفو على مقدمة الشوط خليفة بن علي بن حميد الشامسي يقدم لنا هذا الشعار المتواجد على المركز الأول في هذا الحضور الجميل. المركز الثاني هذا هو القادم زهاد في ثاني المراكز بشعار كاسب بن سالم بن كاسب المسافري يتواجد معه هذا الحضور الجميل بانطلاقة زهاد في ثاني المراكز. المركز الثالث القادم اللي هو المهندس عبد الله بن سعيد بن غرير الكتبي يتقدم مع المركز الثالث. وفي المركز الرابع القدوم المباشر على المركز الرابع وصل هناك غيث راشد بن مصبح بن بطي القايدي يقدم كيف على مستوى المركز الرابع. هناك يتواجد مع غيث في رابع المنطلقين. المركز الخامس الشامخ ومحمد بن سالم بن فاضل الكتبي يتقدم مع المركز الخامس سادس المراكز. وصل الآن النمر لفالح بن محمد بن علي الشامسي يتقدم على سادس المراكز في هذه اللحظات المميزة. المركز السابع القادم الذيب لمحمد بن سعيد النعيمي على المركز السابع. وفي ثامن المراكز جناد محمد بن علي بن سالم الكتبي الحاضر من خلال وصول جناد على المركز الثامن. وفي تاسع المراكز المركز التاسع اشوف من القادم هذا هو الواعي طويرش بن نادر بن طويرش بن حموده العفاري على المركز التاسع. وفي المركز العاشر اخر الاسماء هناك الحضور والانطلاق مع جنار بشعار خليفه بن مصبح بن خليفه بن مصبح الاغبلي يتقدم على المركز العاشر في هذه المنافسة والتحديات المثيرة بهذا الحضور الجميل. هكذا هي النتيجة أيها الأخوة المستمعين الأفاضل في كل مكان التي قررناها إلى مسامع الجميع في هذا الشوط المنطلق والعودة إلى البداية الأولى إلى التحديات الأمامية إلى من تواجد وحضر على مقدمة الشوط. هذا هو الآن كفو على المركز الأول خليفة بن علي بن حميد بن خليفة الشامسي راح مع الصدارة على المركز الأول يقدم لنا هذا الشعار المسيطر على مقدمة هذا الشوط. النمر قادم من الطرف الآخر فالح بن محمد بن علي الشامسي يتقدم مع المركز الثاني. وفي ثالث المراكز ايضا الوصول مع الواعي لطويرش بن نادر بن طويرش بن حمودة العفاري الحاضر مع ثالث المراكز. واشوف الرابع المركز الرابع هذا هو القادم المهندس عبد الله بن سعيد بن غرير الكتبي على المركز الرابع وخامس المراكز. وصلنا الان الذيب مع النعيمي محمد بن سعيد النعيمي يتقدم على المركز الخامس. هكذا هي الاسماء المراكز الخمسة الأولى المنطلقة في هذا الحضور الجميل في هذه المنافسة الرائعة على أرضية هذا الميدان. نعود إلى المركز الأول إلى مقدمة هذا الشوط مع البداية الأولى. انطلق كفو على المركز الأول خليفة بن علي بن حميد بن خليفة الشامسي. وصلت الأسماء الشعارات قادمة في هذا الحضور المباشر على المركز الثاني.
الفني يغير الآن مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات الواعية، ينتقل إلى المركز الأول في هذه المنافسة طويرش بن نادر بن طويرش العفاري على مقدمة هذا الشوط ومع أول الأسماء في هذا التحدي الجميل. المركز الثاني الديب محمد بن سعيد الديب النعيمي يتقدم في ثاني المراكز في هذه اللحظات، ولكن خلاص انطلق هناك الواعي على المركز الأول على مقدمة هذا الشوط طويرش بن نادر بن طويرش العفاري هناك على البداية الأولى في هذه المنافسة واللحظات الأخيرة اللحظات الحاسمة مع المركز الأول. انطلق مع البداية مشاهدينا ومتابعينا الكرام تهانينا والناموس لمالك الديب محمد بن سعيد الديب النعيمي على حصوله بالمركز الأول في هذا الشوط. المركز الثاني كابو خليفة بن علي بن حميد الشامسي، المركز الثالث كان الحضور مشاهدينا الكرام مع الواعي طويرش بن نادر بطويرش بن حمود العفاري. المركز الرابع كان الحضور مع مزعل حمد بن مطر بن حيس الاكتبي، والخامس المركز الخامس شموخ علي بن سلطان بن هاشل الاكتبي من وصل في المركز الخامس في هذه اللحظات. اذا تهانينا والناموس مشاهدينا الاعزاء الى مالكي الديب محمد بن سعيد الديب النعيمي على حصوله بالمركز الاول في هذه اللحظات، من انتزع وانتصر بناموس هذا الشوط مع اداء الديب الذي قدم هذا الاداء المميز والاكثر من رائع في صباح هذا اليوم في مهرجان سيدي صاحب السمو حاكم إمارة الشارقة يحفظه الله ويرعاه هنا على أرضية ميدان الديد لسباقات الهجن العربية الأصيلة. التوقيت الزمني 6:08:98 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن سعيد الديب بن سعيد النعيمي على حصوله بالمركز الأول.